أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. اللهم أمين يا رب العالمين. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله مولانا العظيم. كما تعودنا دائما أحبتي في الله، إخوانا كراما وأخوات كريمات، نفتتح كلامنا بأعظم كلام، بأجمل كلام، بأحلى كلام، بأروع كلام، بأعطر كلام، وبأنور كلام كذلك، ألا وهو كلام رب العزة والجلال والقدرة والكمال سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى في محكم تنزيله المبين القرآن الكريم في سورة آل عمران، بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هؤلاء المتقون؟ سوف نعلم في الآيات القادمة. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. لاحظوا معي أيها الأحبة هذه الآيات الكريمات، والكاظمين الغيظ. من هم هؤلاء المتقين أو المتقون؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله مولانا العظيم. عنوان درس اليوم أو فيديو اليوم أو لقاء اليوم كما أردتم هو التسامح والانتقام. التسامح والعفو من شيم الكرام والانتقام في حياتنا أحبتي في الله، يعني نمر بعدة تجارب وعدة اختبارات وعدة امتحانات وعدة نعامل بعض الناس يؤثر فينا تعاملهم السلبي، وربما يؤذون، ربما يقومون ببعض الأعمال التي لا يحبها الله سبحانه وتعالى. لا أريد أن أتعمق في هذه الأمور، بمعنى أنهم لا يعاملوننا معاملة طيبة، ربما يضمرون لنا الشر، ربما يضمرون لنا السوء، ربما يؤذون، ربما يؤثرون سلبا في حياتنا، ربما يعرقلون مسيرتنا أو يكونوا سببا في أذى لنا في العمل أو في حياتنا أو كما أردت. إذا كما نقول أننا نقدر أن نرد عليهم بأكثر ما عملوا وما طالونا من أذى، الأذى الذي طالنا بسبب أيديهم التي طالتنا، التي بطشت بنا، التي أذتنا، ولسانهم وكلامهم ومكرهم والفخ الذي أرادوا أن يصطادونا به أو أن أرادوا أن نقع فيه، سواء وقعنا أم لم نقع. الله سبحانه وتعالى هو خير المنتقمين. الله سبحانه وتعالى قال إن الله يمهل ولا يهمل. الله سبحانه وتعالى سريع الحساب. دع أمرك يا أخي الكريم لله، ودعي أمرك يا أختي الكريمة لله سبحانه وتعالى، وهو الحكم العدل. الله سبحانه وتعالى قال كذلك في كتابه الكريم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صدق الله العظيم. العفو من شيم الكرام، والله سبحانه وتعالى هو الذي سوف ينتقم
مكاننا، وهو سوف وهو الذي سوف يحاسب هؤلاء الناس أو ذلك الشخص على عمله وعلى سوء نيته وعلى مكره وعلى خداعه وعلى نفاقه. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. صدق الله مولانا العظيم. فأسف، فهنا نستحضر هذه الآية الكريمة التي بدأت بها كلامي في فتحة يعني اللقاء أو الموضوع أو الفيديو، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله سبحانه وتعالى يحب المحسنين. عندما نعفو عن هؤلاء وعندما لا نعاملهم بمعاملتهم، فالعفو والتسامح هو من شيم الكرام، وهو قوة في حد ذاتها، فهو تكمل قوة الإنسان عندما يريد أن يدافع عن نفسه أو يرد من ما طاله من إساءة من الآخرين، لكنه يعفو، لكنه لا يعامل الآخر بمثل ما كان بمثل المعاملة السيئة التي عامله بها، لكنه يسامح ويتجاوز ويسامح في حقه. فالله سبحانه وتعالى، وهذه هي القوة. القوة الحقيقية ليست في الانتقام وليست في رد المعاملة الإساءة بالإساءة، لا، رد الإساءة بالحسنة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. انظروا أيها الأحبة وتمعنوا في آيات الله، هذا ليس كلامي ولا كلام أي أحد، هذا كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، وقد أنزله في القرآن الكريم على حبيبه ونبيه الأمين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام عن طريق ملك الوحي والروح الأمين والروح القدس سيدنا جبريل عليه السلام. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. استمعوا معي إلى الأذان وهو يرفع الآن، سبحان الله، نستمع إلى الأذان. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. لنستمع جميعا إلى الأذان، ولتنظروا معي إلى هذه اللوحة الجميلة التي تحمل اسم الله سبحانه وتعالى والرسول عليه الصلاة والسلام والقرآن الكريم. سبحان الله. الله أكبر. عليه الصلاة والسلام. عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو سبحانه وتعالى حي باقي لا يموت، بيده الخير والتقدير وإليه المصير، وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرافعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا، أو المقام المحمود الذي وعدته، إنك لتخلف الميعاد. اللهم آمين. تقبل الله صلاتكم ودعاءكم وخالص أعمالكم. لنعلم أن الكلام يعني هو كلام رب العالمين، ويرفع الأذان أذان المغرب، وأن الانتقام هو من أشد أو من أكبر ويعني مظاهر الضعف ومظاهر يعني عدم القوة وعدم النبل، نبل الأخلاق والحلم، والحلم سيد الأخلاق، من أكبر مظاهر الضعف أو الضعف والوهن هو الانتقام. العفو، بالعفو تجعل الآخر يندم على ما فعل، لأنه يعلم أنه كان بإمكانك أن تنتقم منه وأن ترد له الصاع صاعين، وأن تجازيه بفعلته السوء يعني، وتنزل عليه أشد وأعظم العقاب، لكنك تعفو، لكنك تصفح. والعفو والصفح من عند الله، وهو سبحانه وتعالى سوف يعفو عنا جميعا بإذن الله في يوم القيامة. فأحببت أن ألتقيكم أيها الأحبة في هذه الساعة المباركة، ويعني أن نتكلم عن هذا الموضوع المهم، و يعني لعل الله سبحانه وتعالى يجعله في ميزان حسناتنا وحسناتكم، وأن العفو هو من شيم الكرم. مثل ما أختم به كلامي هو كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، قال سبحانه وتعالى في محكم تنزيله المبين القرآن الكريم الذكر الحكيم الكتاب العظيم في سورة النحل وفي آخر سورة النحل، بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدق الله مولانا العظيم. أحبكم في الله جميعا، أتمنى لكم كل الخير من كل قلبي، جزاكم الله عنا وخيرا وأحسن جزاء، وأحسن الله عليكم، في أمان الله وحفظه ورعايته. والحب يعني من القلب إلى القلب، رسول ما صدر من القلب وصل إلى القلب، وما صدر أو ما وقر في القلب وصدقه العمل، صدق رسول الله. في أمان الله وحفظه ورعايته، وألقاكم بإذن الله في موضوع آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مسك الختام، لا إله إلا الله سبحانه وتعالى، سيدنا محمد رسول الله، في أمان الله وحفظه ورعايته. شكرا جزيلا لكم.